ما بالك الجمع بين الصلاتين اثناء المطر وقت المطر؟ إذا جاء العذر يجمع بين الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، المغير والمسافر، وهكذا المطر الشديد في أصح قول العلماء يجمع بين الظهر والعصر. بعض أهل العلم يقول الظهر والعصر في النهار ما في مشقة، ولكن الصواب فيه مشقة إذا كان المطر شديد والأسواق فيها الماء يشق على الناس الخروج للعصر. إذا جمعوا بين الظهر والعصر جمع تقدير فلا بأس، كالمغرب والعشاء وكالمسافر وكالمريض، سواء جمع في أول الوقت أو في وسط الوقت. المهم إذا كان هناك ما يشق عليهم بأن كانوا في المسجد وحصل المطر الشديد والأسباب تضرهم فيها الطين وفيها المياه فجمعوا لا بأس، وإن لم يجمعوا فلهم عذر صلوا الجود، وجود الأمطار والأسواق وجود الطين لهم عذر في الصلاة في البيت، إن جمعوا فلا بأس، وإن صلى المسلم في بيته من أجل عذر فلا بأس. يعني المطر شرط وجود المطر أو الطين والحصى.